من الأسباب العظيمة التي جعلها الله عز وجل سببا وفرجا لكل ضيق ونازلة ودفعا لكل بلاء وعافية من كل شقاء وضيق وهم، وهو سبب لا يكلف دينار ولا درهم ولا يحتاج إلى موافقات، الدعاء. قال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليكثر العبد من الدعاء وليلهج لسانه بذكر الله وبالدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فلا تنتظر البلاء حتى تدعو، ادعو الله قبل البلاء وادعو الله بعد البلاء. فالدعاء عبادة.